النهار اللي اتصل بيا مراد اسمر تكلمني على الملحمه، قال لي راه سي بوغ لا كوب دو موند ان شاء الله 2026. عيط لي الاستاذ السعيدي وراني الكلمات ديال الاغنيه، سمعوا لي ماكيت ديال الاغنيه، وحنا مغاربه خصنا لابد نكونوا واقفين في هذاك الوقت. راه حنا الاعلاميين كلهم هذا هو الدور الاولاني ديالو، هي نقدموا المغرب ديالنا احسن ما يعني باحسن صوره. دونك بيان سور غادي نقول ليه، غادي نجي وغادي انا نشارك وانا فرحانه اللي شاركت. اول حاجه هي النيه، المطربين كلهم اللي اشتغلوا في هذه الملحمه كلهم استجبوا لواحد يعني واحد لو بروجي انه المغرب بغيناه يدوز في لا كوب دو موند 2026. اي مطرب غادي يقولوا له واش بغيت تجي تغني في هذه الملحمه غادي يقول لي. دابا الضجه هذه كثرت بزاف، يعني بون يمكن كاين اغلاط، يمكن كاين حوايج اللي ناقصه فهمتي، ولكن النيه الاولى حسنه. اي مطرب جا لهاد الملحمه وشارك في هاد الملحمه جاب نيه حسنه، هادي اللي نقدر نقول. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.